بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم الأربعاء 16/9/2020 ومقر مديرية أوقاف الجيزة. وصل لمديرية أوقاف الجيزة اليوم 3 طن من اللحوم، وسابقا وصل 33 طن، ليصل مجموع ما وصل إلى مديرية أوقاف الجيزة حتى الآن 36 طن توزع على المستحقين في مديرية أوقاف الجيزة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. تم بحمد الله تعالى اليوم الأربعاء الموافق 16/9/2020 وصول الرسالة 8 من لحوم الأضاحي، والكمية قدرها 3 طن، ليصبح إجمالي ما تم إرساله إلى مديرية أوقاف المنوفية حتى الآن 25 طن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وبعد. يوم الأربعاء الموافق 16/9/2020 وصلت إلى مديرية أوقاف بني سويف سيارة لحوم الأضاحي تحمل عدد 3 طن، وذلك لتوزيعها على مستحقيها بحضور مديري الإدارات الفرعية. وتتقدم مديرية أوقاف بني سويف بجميع قياداتها إلى قيادات الوزارة، وعلى رأسهم معالي الأستاذ الدكتور وزير الأوقاف محمد مختار جمعة على اهتمامه البالغ والحسيس في هذا المجال، آمنين من الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا وعليهم وعلى مصرنا الحبيبة نعمة العفو والعافية والأمن والأمان والصحة والإطمئنان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فضل الله تبارك وتعالى، وصلت اليوم الأربعاء 16/9/2020 الدفعة العاشرة من لحوم صكوف الأضاحي من حصة أوقاف الأضاحية، التي وصل إجمالها حتى الآن 31 طن، وقدر هذه الدفعة 3 طن وصلت الآن بفضل الله تبارك وتعالى. نشكر معالي السيد الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة على هذا النشاط الاجتماعي الطيب، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.